أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله على
الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل يا قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء لا إله إلا هو.
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله بمصر
بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء الله آخذ بناصيتها
الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض. بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجيركم والله يصبركم والله يعيدكم والله يعصمكم والله يحفظكم الله يرعاكم. بسم الله يرقيكم من وساوس الصدر وشتات الأم. بسم الله يرقيكم من الأمراض والأوهام. بسم الله يرقيكم من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. بسم الله يرقيكم والله يرعاكم والله يشفيكم والله يجيركم والله يصبركم والله يعيدكم والله يعصمكم والله يحفظكم والله يرعاكم. وله ما سكن في الليل والنهار. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. بسم الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضنا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء الشمس عليه دليلا ثم قبضنا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. ألم تر
ذلك كيف مد الظل ولو شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تشفينا سلاه تشفينا سلاه تحمينا سلاه تحفظنا سلاه ترعانا سلاه بعظمتها بقدرها بقوتها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي شفاء لا يغادر سقما ولا قيدا ولا قوة ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم اجعله في حصن حصين بحق السبع المثاني والقرآن العظيم من كل عين يا ربي ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا ولي الصالحين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا إله الأولين والآخرين ويا ناصر المظلومين والمستضعفين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته لنا كلها نشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا انقيدا ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.